نبتدي بجولة إخبارية سريعة. النهاردة سيستقبل الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ستيف كينج عن ولاية أيوا وعضوية النائبين الجمهوريين السيدة ميشيل باكمان عن ولاية مينيسوتا ولوي جومرت عن ولاية تكساس، وده بحضور السفير ديفيد ساترفيلد القائم بالأعمال الأمريكي لدى القاهرة. معنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. كيف تقرأ هذه الزيارة ودلالتها في هذا التوقيت؟ يعني شوفي حضرتك، هو طبعا موقف الأمريكي بدأ يتغير، وتغيره طبعا لابد أن يحمل مؤشرات حقيقية. لدى الإدارة الأمريكية الآن تقييم موقف يبدو أنه قد حسم بصورة نهائية. تعلمي أنه كان هناك أكثر من تيار داخل الإدارة، تيار بتقوده سوزان رايس وهو بضغط على مصر للقبول بالأفكار الأمريكية بدعم جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي، وتيار آخر كان يقوده جون كيري مباشرة، وهو إعطاء مزيد من الفرص للمصريين ليثبتوا أن التحول الديمقراطي في هذا البلد سوف يشهد يعني صور ونقلة نوعية. يبدو أن هذا التيار قد حسم المعركة منذ أكثر من 3 أسابيع الآن، نحن نرصد هذا تقريبا بصورة شبه يومية، أن الإدارة الأمريكية تعيد تقييم الموقف لصالح التحول الديمقراطي في مصر ولصالح دعم التجربة المصرية، ليست على مستوى السيناتورز أو المسؤولين الأمريكان فقط في مجلس الشيوخ والكونغرس، لكن أيضا على مستوى رؤساء مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة، وأيضا على مستوى أجهزة الاستخبارات CIA والخارجية الأمريكية وسكشن مصر في هيئة مستشار البيت الأبيض. الرسائل هنا أنه هذا البلد يتحول تحول ديمقراطي، وأن المصريين ينتقلون من المراحل من A إلى B، وهو بداية الحديث حول الإنجازات الحقيقية. دستور يكتب ودستور سوف يتم الاستفتاء عليه، مواجهة حازمة لقوى الإرهاب والتطرف في مصر، تصميم على إنجاز الأفق السياسي. مثل هذه الأمور الآن يعني بتحمل رسائل مهمة من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي لا تستغربي أنه يعني النهاردة يبقى في زيارات بوفود متتالية لتكشف المواقف على الأرض ومحاولة أن يكون هناك رسائل مباشرة لمصر، وعدم ربط هذا بقضية المساعدات والمعونات. حضرتك كان في مراحل معينة كانوا يربطون بهذا، صحيح. الآن لا حديث عن مثل هذه الأمور. إعطاء فرصة لمصر للتحول التحول الديمقراطي، بعد قليل هم سوف يرفعون يعني الحظر على هذا. نعم، هل هذه الأسماء تمثل تيار معين في الكونغرس الأمريكي؟ لأن احنا نعلم أنه رغم أن الكونغرس الأمريكي أعضاؤه طبعا اللي بيشكل الأغلبية فيها الحزب الديمقراطي، لكن في تيارات بتمثل اتجاهات مختلفة حيال القضايا المختلفة. هذه الأسماء هل لها اتجاه معين ترصده حضرتك؟ شوفي حضرتك، هذه المجموعة التي تزور مصر مواقفها برو مش أجنست، يعني مؤيدين للتحول السياسي المصري ولهم مواقف إيجابية، ويعني هم يتبنوا تيار يتنامى داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ بلجانه المختلفة اللي هم بيتناولوا الحالة الإيجيبشن ستيت أو الحالة المصرية، بيقولوا إنه هذا البلد واعد وأن تجربة الديمقراطية. وخليني أقول لحضرتك في نقطة مهمة أو يجب الإشارة إليها، أن هؤلاء يتبنون محاولة رفع بعض التشريعات اللي مفروض عليها في منح الدول زي الحالة المصرية مساعدات مباشرة، فبالتالي القضية ليست تكشف مواقف وإنما دعم التجربة المصرية ودعم التحول المصري ودعم المصريين على القيام بخطواتهم الإيجابية في هذا. أشكرك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.